تخيلوا ان هاي اول مره اسوي سلايم في حياتي. يلا نبدا التحدي. يلا. المكونات جلو وابتديتها وجلتر والوان. يلا نبدا. اللي بعد. انا ما اعرف اسوي سلايم. شوفي اول شيء تحط جلو. يلا تعلمينه. يلا اول شيء تحط الجلو. يلا يصنعون سلايم. اول مره اسوي سلايم. حط وايد ولا شويه؟ على كيفك. اذا حطيت وايد بيكون كميه كبيره. شوف كيف كلير. شوف 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 خلص. الحين نختار اللون. انا بسوي لون بنفسجي. جبت ودي وازرق. انا باخذ الاحمر ولا الاصفر. بسوي بسوي وردي. لا شو تسوي؟ يلا نسوي اول شيء لون شويه. شويه؟ بس. الحين بسوي وردي. يلا. انا بسوي الاصفر. زين الحين شو نسوي؟ نخلط؟ الحين خلط. يلا. قلت لك صار وردي؟ ما صار وردي. برتقالي. شوفوا مالي. هلا وسهلا. تقول عسل. صح. صح؟ شوف اللون كيف صار؟ اللون وايد حلو. لا قلت لك لو ما ضبط في عقاب. انا بعد لو ما ضبط عندي بسرعه. انت الف مره سويت السنه. انا اول مره اسوي. الحين بحط جلتر. انا بحط ابيض. انا بحط وردي. شوي صح؟ كيف؟ انا بحط نص. بحط برتقالي. بحط لون ذهبي احبه. الحين انا بخلط. واو كل جلتر طالع. كيف هذا؟ كيف هذا؟ واو وايد حلو. عمل سلايم ممتع. سهل يعني وقت حسبه صعب. صار جالكسي. شو مالي بعد جالكسي؟ الحين بنحط كلين. حط وايد ولا شوي؟ كيفك انت؟ مثل الجلتر. انا ما اعرف. بس 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 ما شاء الله لمسه بس ساعدني. أنا مالي وردي وايد حلو. شوفوا كيف شكله. واو شوف مالي كيف. واو بيصير مالي كرانشي. انت بعد. الحين آخر شيء الاكتفيتر. أول شيء أنا بحط عشان نشوف كيف. يلا. على فكرة هني أصعب هما صح؟ صح. يمكن يكون خربان. ليش كيف؟ تعرف ليش؟ ليه؟ كمان تقيس صح. هي ما يكون مطاطي شيء يكون خربان ويتقطع يكون سائل. كم تحط؟ كم القياس؟ نص بس؟ شوي شوي. كب شوية. كب كلها. ايه. بعدين تخلطها. شو كيف؟ بعدين حطيت وايد منها بصير شيء. يصب شوي شوي. يكب يخلط. يكب يخلط. شوف كيف سقام. واو ممتع ريح الاعصاب. بخلطه بايدي. ليش؟ تعب؟ يكون اسهل. شوفوا ايدي كيف صارت. ما ادري صار نفس لون اليقطين. صح. اوكي. اول مرسيل. شوف كيف القوام وايد حلو. ما ادري بدي اشتري. انا بعد. اوكي. اوكي. صح؟ صح. لازم بس يلزق عشان جسمه يكون ستريتشي. تعب والله العظيم تعب. ها وري ايدي. شوف شوف كيف؟ قاعد يضبط مالي. والله؟ والله. صار وايد ستيكي واستوى.
حط شوي بس يدلك الدلك. لا لا لما يصيرها مطاط مطاط ومسها. صار مطاط ما صار وايد شوي سائل. ما احب هذه التفايده شي يطلع. واو مريح للاعصاب والله. اوه انا مالي استوى. ما جرب يضبط. انا مالي استوى خلاص. هي دخلت شوف بس اخلط. انا مالي خلاص استوى الحين بحطه في الطاوله. يلا 1 2 3. لحظه شوفوا مالي استوى بحطه في الطاوله. 1 2 3. بعدني اسعاني او ماي جاد. على فكره شباب من زمان ما سويت سلايم صح؟ صح. يلا الحين اطلع الصحن. شكله طلع كامل كتله واحده. واو ناجح يعني. شوي ستيكي؟ لا لا مو ستيكي. شكله ما يستوى. ها شو ما يستوى؟ واو حلو لونه حلو بعد. اقدر اسوي اي شكل ابغاه. اوكي تكتب اسمك شو كيف؟ كنا نصنع عجين بيتزا. انت تسوي بيتزا؟ يلا تسوي بيتزا. تسوي شباتي. شباتي شو يسوون؟ واو شوف سلايمي. واو ستريتشي. واو وايد حلو. كرانشي بعد. شوف هنشوف مالي انا. شوف سلايمي كيف. واو ضبط يعني نجح. اول مره اسوي سلايم في الحياه ونجح ما شاء الله. زين اشوف شفه. واو كله جلتري. شو بعد؟ اوف ستريتشي. شوف اسمع 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 اسمع. واو ترى شوف سلايمي. ترى شوف سلايمي انا. واو واو كيف زين شباب ما في فقاعة. لا نخلي الطبقة الخفيفة تشدها تخلي. واو فقاعة صغيرة. اوكي انا بعد عندي الصوت هذا. اوكي قلدني كرانشي بعد. لا تعرف؟ الحين بسوي بلونة. بلونة فقاعة؟ شو راح اسوي؟ بس نسيب يلا. اووووه لا انفجعت. كيف تسوينها؟ تخلي الطبقة خفيفة جدا. كيف كيف؟ شو قال علمني كيف؟ يلا شيك. شنو ما ادري وش تسوي شي؟ زين سوي شي. تو في ولا فقاعة. اوه انا عندي حفلة. اوه تسوي شي 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 كان. الله هي عرف طلع سهل. طرف فوق طرف. شوف شوف لا صبري 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 صبري. حب النوتة كله شيء الحين عرفت. تحس بمالي مو حلو سلايم. يلا الحين نسوي تحدي من اكبر فقاعة. اوكي يلا. اوكي 1 2 3 تحدي. اوه شفاف حلو. لا يا تواري. اوه الصراحة حلوة. شوف فقاعتين ترى. فقاعة برا فقاعة داخل. فقع الفوق. طبق ثاني فيه. طبق ثاني بعد. شوف فقاعته. أكبر فقاعة أكبر من مالك. تعرفون ليش مالي يتفقع بسرعة؟ ليه؟ لأن في الفلين كبير. لا لا لا. والله. هذا في فلين داخل بلونة شوفي. لا. شوفي شوفي. ما يجيب. مال منه أحلى مالي ولا مالك؟ قول الصوت. صراحة. صراحة. أنت صدمتني أنا عبالي ما نفي شيء. مالك. مال. شفا. اكيد ان شفا من زمان تسوي دي صغيره. انت اول مره كان عمري 6. جوزعل
قررنا نسوي ميكس الوان. يلا شرحت لي هذا. هذا شوي اثنين. صغير. يلا. ماش بعدل. خلط اللسان بنفسجي مع البرتقالي. بيطلع اي لون. من جدك؟ ايه. صار لونه. شوف 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 شوف. يلا شوف كيف مال الحمص. شو بتسوي شباب؟ أول شيء بحط هذا. أوكي. أوكي. بعدين بسكر عليه. حشوة؟ هي. بتقلل. يلا قاعد أدمج. شوية. روز جولد تحت بنفسجي حتى لوني بعد استوى شو مالك واي شوف اللون كيف صار شو رايك نسوي مكس كامل اوكي يلا يلا صار 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 مو شيء شيء حلو كامل ليش غاني يلا شباب نسوي مكس يلا يلا واحد اثنين ثلاثة أربعة ولا تخلصون شوي 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 وي يلا واحد اثنين ها يلا حبي اوزع واو شو العجيب واو شو كله جلتر يلا حبي نسكره واو محشي محشي ها محشي جلتر ايه ما صار يزك اخبر بسرعة شمال واو شكرا بنسوي اكبر فقاعة يلا لنا احجم السلام مالهم كبير يلا لا ها استوتا ما ضبطت شوفوا كيف ينفخ والله نفخته باي وبس هيك الدنيا ان شاء الله اشوفكم مع السلامه باي باي يلا وصلني انا